السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم مدونة حبيب لمعلومات. هل نقدر نسحب الأرباح الأدسنس إلى حساب البايسيرا ولا وايز ولا بطاقة بيبل ولا في باينس ولا حتى وستن يونيو؟ هنا خاوتي ما تقدرش تحول الأرباح الأدسنس في البنوك الأوروبية أو الأمريكا في البنوك الإلكترونية، ما نهضروش على البنوك المحلية. هنايا الأدسنس كانت تعامل مع وستن يونيو، تم التوقيف أو خدمات وستن يونيو. درك الأدسنس ولات تعامل مع البنوك المحلية، ما تقدرش تحول الأرباح أو الأموال في أدسنس إلى حسابات البنوك الإلكترونية. سبيل المثال كما قلنا قبل بداية الفيديو، سواء كانت بايسيرا ولا وايز ولا بطاقة بيبل ولا باينس، هذو ما تقدرش تحول الأرباح نتاع الأدسنس في البنوك الإلكترونية. لازم لك تفتح حساب البنكي المحلي بالعملة الأورو باش تحول الأرباح. ما تقدرش خاوتي، والله ما تقدر، ما همش دايرين التحديث الجديد. لازمك تكون حساب البنكي المحلي. مثلا انت ساكن في الجزائر، تفتح حساب البنكي بالعملة الاورو، سواء كانت البنك البدل ولا بنك الخليج او بنك الخليجي وبيانا ولا، مهم يكون حساب بالعملة الاورو ويكون بنك المحلي. كان الناس يغلطوا خاوتي، يحلك الأدسنس ب أدسنس امريكي ولا كندي ولا برازيلي، ومن بعد يقع في مشكلة. من بعد نهار تفتح حساب اوروبي ونهار تجي تحول الارباح، الارباح يكونوا معلقين، ومن بعد تجي تسحب الارباح يقول لك اعطيني اثبات الاقامه واثبات بطاقه التعريف الوطنيه تاع اوروبا. كيفاش تجيب انت اقامه وتجيب بطاقه التعريف الوطنيه؟ انا البليس خاوتي، دائما تجي تفتح حساب الادسنس يكون بالعمله الاورو ويكون حساب جزائري، ما يكونش حساب الامريكي ولا وهمي. كاين الناس يقلطوكم خاوتي في الحسابات الادسنس. الأدسنس ماهوش لعب، راه دراهم، راك تخسر على، راك كما قالك تضيع وقتك على جال 10 دورو ولا 20 دورو. خاوتي تحاول تخدم على روحك ودير دراهم كيما الناس. حل افتح حساب الأدسنس يكون جزائري، ما يكونش امريكي ولا يكون برازيلي. كان الناس يحشوها لكم، يقول لكم كان حسابات البيع نتاع اوروبيه وتاع كندا وفيها مبالغ كبيره. هنا يقلطوك فيكم خاوتي، هنا ما يقلطوا فيكم. افتح حساب الأدسنس جزائري باش تقع فيه مشكله، تعطيهم اثبات الاقامه تاع الجزائريه، وكذلك تعطي لهم بطاقه التعريف الوطنيه تكون جزائريه. ما تجهلوناش خاوتي، ما تجهلوناش، ماشي في وقت قريش ولا، الحمد لله يا ربي كان الانترنت، كان يوتيوب، كان كلش. تحاول تتعلم ادخل يوتيوب تعلم. هذا هو هذا الموضوع تاعنا. ما تقدرش تحول الارباح نتاع الأدسنس في الحسابات الالكترونيه تاع بايسيرا ولا وايز ولا باينس ولا مش عارف واش من المحفظه نتاع الكترونيه، ما تقدرش. كان قبل ما يدي التحديث نتاع الأدسنس، قبل ما يدي التحديث كانوا يسحبوا الارباح تاعهم في لا بوست على خدمات او الحساب وسني. هذا وسني خاوتي ما تقدرش تفتح في حساب، هذا يخدم بدون حساب. هذا يعطيك واحد الرقم تاع السحب، تروح لابوست تقول حاس نسحب الارباحي ولا نسحب الدراهمي، يعطي لك الدراهم بالدينار. درك واش دارت الأدسنس؟ أدسنس التحديث وقعت مشكله مع وسني مع جوجل، دارت مشكله معاهم، نحت اضافه نتاع اضافه نتاع وسني، دارت الإضافة نتاع حساب البنكي المحلي. سبيل المثال انت درك حال الأدسنس جزائري وعندك الأرباح وعندك الكونت في أمريكا ولا كونت في أوروبا، لازم يكون الكونت يكون بنك المحلي كما احنا عندنا في بنك البدر. تفتح تقدر تحول الأرباح من الأدسنس الجزائري إلى حساب البنكي أمريكي عادي، يكون مهم يكون الحساب محلي، ما يكونش الكتروني، ما يكونش كيما نقولوا حنا حساب بايسيرا ولا حساب وايز ولا حساب بيبل ولا باينس ولا، فهمتوا خاوتي؟ لازمك يكون بنك المحلي.
تكون على بالكم خاوتي. نعطيك سبيل المثال، درك انا ساكن في اوروبا ولا في امريكا، وانا عندي كونت في بنك البطل، وانا نخدم في اوروبا على اليوتيوب ونخلص الاموال تاعي في اصل نقدر نحولها الى حساب البنكي في الجزائر عادي بدون اي مشاكل. مهم يكون البنك محلي، يكون بالعملة الاورو ولا بالدولار كما حبيت. هنا في الجزائر هنا اغلبيه يخدموا بالاورو، ما يخدموش بالدولار، على الدولار ناقص في البيع نتاعو، ناقص في كما نقولوا حنايا في الدوموند. القاشي ما همش دوموندو في الدولار، يدوموندو في الاورو. علاه الاورو؟ اغلبيه الناس هم يروحوا لاوروبا ولا الحج ولا العمره يصرفوا باش يشروا حوايج. فهمتوا خاوتي؟ هنايا واش دير؟ تفتح حساب ادسنس يكون جزائري. اذا كنت مقيم في الجزائر افتح حساب جزائري، اذا كنت مقيم في اوروبا افتح حساب اوروبي ادسنس، اذا كنت مقيم في امريكا افتح ادسنس امريكي. كل ما تكون مقيم في بلد تفتح حساب الادسنس اللي بلد مقيم فيها، وتفتح حساب كذلك في كما نقول حنا اذا كنت جزائري تفتح حساب الحساب البنكي الجزائري نتاعك عايش في اوروبا ولا في امريكا وتخدم في اليوتيوب عادي بدون اي مشاكل. دوكا يجيني واحد يعطيني حساب نتاعو سواء كان مقيم في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي دوله في العالم، يعطيني حساب ندخل هنا الحساب نتاعو، سيتم التحويل تلقائيا بدون اي مشاكل. هذا هو خاوتي الفيديو موجه للناس اللي يبلعوا في الناس يبيعوا لهم حسابات وهميه، ومن بعد تقع في مشكله تم اصبح تخدم 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 ومن بعد ما كان والو. هذه مشكله راها الناس تقع في هذه المشكله. تجي تفتح حساب افتح جزائري. فهمتوا خاوتي؟ مهم عنده اي مشكله او عنده اي استفسار يتواصل معنا عن طريق الواتساب، او تجدون الروابط مواقع التواصل الاجتماعي اسفل هذا الفيديو. مهم عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.